اهلا بيك فرادة كناس، معاكم احمد عمر. السؤال ده الحصر اللي بيتكرر كتير جدا هو لو حد عايز يخسر وزن، هل يعمل كارديو بس ولا هل يعمل تمارين مقاومه بس ولا هل يعمل الاثنين؟ فبما ان في دراسه فعلا اتعملت على الموضوع دوت، فانا هحط رابط الدراسه في الشرح وهقول لكم الدراسه بالتفصيل كان ايه النتيجه بتاعتها. الدراسه باختصار هي كانت ثلاث مجموعات من الناس. اول مجموعه هتعمل تمارين كارديو بس، المجموعه الثانيه هتعمل تمارين مقاومه بس، المجموعة الثالثة هتعمل تمارين مقاومة زائد تمارين كارديو. بعد نهاية الدراسة ايه اللي حصل؟ لقوا ان افضل نتيجة هي المجموعة اللي كانت بتعمل الاثنين مع بعض، اللي هي الكارديو مع تمارين المقاومة. ده من ناحية خسارة الدهون وفي نفس الوقت المحافظة على العضلات بتاعتهم او الكتلة العضلية بتاعتهم، بل بالعكس ممكن تكون الكتلة العضلية بتاعتهم كمان بتزيد اثناء خسارة الدهون، ده شيء احسن واحسن. ده من ناحية كمان الحجم الوسط او قطر الوسط، لما قاسوا قطر الوسط بتاع المجموعات كلها لقوا ان ديت احسن مجموعة من ناحية ان قطر الوسط بقى اصغر. وبالتالي دي طبعا كانت احسن نتيجه من ناحيه الشيب بتاع الجسم او شكل الجسم النهائي. فالدرس المستفاد من التجربه ديت هو لو انت عايز تخسر وزن، لو بتعمل كارديو بس بتخسر وزن، ولكن ممكن شكلك في الاخر هيكون كويس وانت لابس هدوم، بس شكلك من غير هدوم هيكون مش كويس خالص. النتيجه النهائيه دايما بتكون سكيني فات، لان انت زي ما خسرت دهون انت خسرت عضلات، فدي مش حاجه كويسه خالص. ليه؟ لان انت الكتله العضليه عندك قلت، فكده جسمك بقى عرضه اكتر ان هو يتخن اكتر. لما تتخن تاني هتتخن على كتلة عضلية أقل، فدي حاجة مش حلوة. لو جربت تعمل نفس اللي انت عملته ده كمان مرة، فنتيجة تكون أسوأ وأسوأ كل مرة تنزل فيها الوزن بتاعك. فالحل هو ايه؟ الحل ان انت تبدأ الاتنين، تبدأ الكارديو وتبدأ تمارين المقاومة. حتى لو هتبدأ بمجموعة واحدة، ابدأ مجموعة واحدة على كل عضلة، انا ما عنديش اي مشكلة، ولكن اهم حاجة ان انت تكون بتعمل تمرين مقاومة مع البرنامج بتاعك. بس الحاجات اللي لازم تعرفها لما تبدأ تمرين المقاومة هو ان الميزان مش هيكون كل حاجة، ممكن ما تلاقيش الرقم بينزل زي ما انت عايز. اللي بيعمل كارديو بس الميزان بتاعه هيكون بيتحرك احسن، ولكن احنا قلنا العيوب اللي فيها. تمارين المقاومه هتكون بتكسب فيها عضلات، العضلات ديت ممكن تكون عضلات جديده انت بتبنيها، او ممكن تكون العضلات القديمه اللي انت فقدتها خلال الانظمه السيئه بتاعه الدايت او بتاعه التمرين اللي انت مشيت عليها سابقا. ولكن في الاخر حتى لو كانت النتيجه ابطا، فالنتيجه هتكون احسن لو انت عملت الاثنين مع بعض. فاكيد طبعا هتسال سؤال، هنعمل قد ايه كارديو؟ والكارديو يكون قبل التمرين المقاومه ولا بعد التمرين المقاومه؟ فانا افضل ان ده سؤال اعمل عليه فيديو مخصوص. فاعمل سبسكرايب لو انت مش عامل سبسكرايب، شغل جرس التنبيهات، هنزل الفيديو ده قريب جدا، تاكد ان انت مشغل الجرس عشان ما يفوتكش الفيديو. اللي عايز متابعه بخصوص التمارين مش عارف يبدا ازاي، فهيلاقي رابط في الشرح ممكن يعمل معانا اونلاين تريننج. لو حد عايز برنامج ممكن يتنفذ في الجيم، فالرابط برضو في الشرح. لو حد ما عندوش جيم وعايز يتمرن في البيت، فهيلاقي رابط البرنامج برضو في الشرح.